انه انا بعتقد او عاوز اقول لك ان احنا عاوزين في هذه المره نبص بصه منصفه على جميع الاطراف. وانا بتصور انه اول حاجه نقول ايه اللي حصل في المؤتمر. اللي حصل في المؤتمر حصل حاجتين، حصل اجراءات تسليم وتسلم لرئاسه القمه، وهذه واضحه من امير الكويت الى الرئيس السيسي. نعم. الحاجه الثانيه انه وقف الملك سلمان وقاق وتحدث عن عاصفه الحزم، وتقريبا يكاد يكون خطابه بالنسبه لي انا عاد الى الذاكره عباره شهيره جدا للسياسي المصري القبطي الشهير الوطني الشهير مكرم عبيد، قال فيها انقضوا او انفضوا. مكرم باشا كان شاطر جدا في صياغه شعارات، فالملك سلمان قال هذا هو قرارنا، واللي عاوز يمشي معانا يتفضل، واللي مش عاوز يمشي معانا له ان يختار ما يشاء.